خلينا نقدم لحضرتك التحية بطريقتنا. خلينا كده نرحب على الصوت الجميل اللي هينورنا ويشرفنا في مهرجان جرش، الصوت المطربة الجميلة يعني اللي طول الوقت بتشتغل على نفسها، بتعمل شغل حلو مشرفانا في كل مكان، المطربة مروة ناجي. مساء الخير يا مروة. مساء الفل يا شفتي. مساء الخير. يعني يا مروة. أستاذ أيمن، إزاي حضرتك؟ إزيك؟ تمام يخليكي. مروة هتغني في مهرجان جرش ومصر هي ضيفة الشرف في هذا المهرجان، يعني إحساسك إيه بقى وأنت أول مرة هتقفي على يعني مسرح أو مسارح مهرجان جرش؟ هي أول مرة وشرف لأي فنان على مستوى العالم العربي إن هو يكون متواجد في مهرجان جرش، لأن مهرجان جرش يعني عبر كل دوراته أصبح من أهم المهرجانات العربية على مستوى العالم العربي، فشرف لأي فنان عربي إن هو يشارك فيه، وأنا فخورة وسعيدة إن أنا كمصرية بشارك، وبشكر أستاذ أيمن على الفرصة الحلوة اللي هو أتاح لي إن أنا أكون مشاركة السنة دي إن شاء الله في المهرجان. ان شاء الله، وانا متاكده ان انت دايما في كل يعني مهرجان او في كل مكان بتكوني موجوده فيه بتعملي كمان يعني تنوع غنائي مختلف. يعني اسمحي لي بس. اتفضل. اول شيء مروه مساء الخير. مساء الخير. مروه انت يعني الصوت يستحق ان يقدم على اهم مسارح الغناء العربي، ليس فقط على مهرجان جرش. انت تملكين يعني تمتلكي صوت يعني رهيب، صوت مهم، وأيضا أنت شخصية محترمة، وأعتقد يعني لازلت يعني يجب أن نعطيك حقك أكثر، لأنه هذا الصوت يعني يستحق أكثر دعما من ذلك. فإن شاء الله إحنا مستناك بحفلة أطلقنا عليها اسم ليلة غناء الزمن الجميل، وأنا متأكد أنه مروة بهذيك الليلة ستمتلك هذا المسرح وستقدم أفضل ما يكون. يعني شهادة غالية، وأشكرك على الثقة الغالية دي، ويا رب دايما أكون عند حسن ظن حضرتك وحسن ظن كل الجمهور إن شاء الله. أكيد يا مروة، وإحنا أكيد هنكون موجودين معاكي بالصوت والصورة، وإن شاء الله ننقل كل هذه الاحتفالية الحلوة بإذن الله، هتشرفونا مطربينا المصريين. وبشكرك يا مروة ودايما للأمام. متشكر. ميرسي يا شفكي. ميرسي. كل الشكر كل الشكر. ميرسي. ميرسي على ذوقك واهتمامك. المطربة يعني الشاطرة جدا مروة، دايما صوت جميل. مروة ناجي، شرفتينا. جدا جميل. صحيح. طيب.